قال نقيب الصيادين في قطاع غزة إن البحرية المصرية أوقفت فجر اليوم 9 صيادين فلسطينيين قبالة مدينة رفح جنوبي القطاع، وهاجم زورق تابع للبحرية المصرية قارب صيد فلسطيني كبير في عمق المياه الفلسطينية في رفح، وأطلق نحوه النار بكثافة، كما اقتادت البحرية المصرية الصيادين 4 وقاربهم إلى جهة مجهولة. من غزة معنا مراسلنا باسل خلف. باسل، هل من مزيد من التفاصيل؟ هل ما زال الصيادون معتقلين؟ نعم بالفعل، وقبل قليل وفي أحدث الأنباء لا زال هؤلاء الصيادين معتقلون في الجانب المصري. 9 من الصيادين منذ ساعات فجر هذا اليوم قامت البحرية المصرية بملاحقة قاربهم وفق رواية نقيب الصيادين هنا في قطاع غزة، واعتقلت هؤلاء 9 في المنطقة الحدودية لبحر رفح، وهي المنطقة التي تفصل شاطئي بحر رفح من مدينة رفح الفلسطينية عن رفح المصرية. عملية الاعتقال لم تتضح ملابساتها حتى هذه اللحظة. هناك بعض الحديث من المصادر المصرية تقول بأنهم دخلوا بالفعل في المياه المصرية، لكن المنطقة يعني يصعب التكهن إذا ما كانت بالفعل قد تمكن هذا القارب من دخولها، خاصة أن الوقت كان متأخر، ومثل هذه المناطق بالعادة تكون فيها يعني الزوارق البحرية حتى الإسرائيلية تدخل تلك المنطقة، وكان خلال الشهر الماضي إطلاق نار من البحرية الإسرائيلية في تلك المنطقة وعلى طول الشريط الساحلي لقطاع غزة تجاه الصيادين. 9 جزء من هؤلاء الصيادين هم أقارب، يعني من عائلة واحدة، ربما تجد أخ وشقيق أيضا في هؤلاء 9، وحتى اللحظة حتى لم يتصلوا بأهلهم وفق أحدث المعلومات التي تواصلت بها مع عائلات جزء من هؤلاء الصيادين الذين تم إعلان أسمائهم قبل القليل من قبل نقابة الصيادين هنا في قطاع غزة. ويعني ربما المعلومات تبقى شحيحة حتى تصدر أي يعني تصريحات من السلطات المصرية توضح الملابسات أو تقول كيف تمت عملية التوقيف وما الذي سيحدث. 5 أيضا سبق هذه العملية لهؤلاء 9 من الصيادين، 5 لازالوا معتقلين داخل السجون المصرية وفق نقيب الصيادين. قبل قليل أيضا أكد هذه المعلومة، وهم تم اعتقالهم في مرات متفاوتة سابقة خلال الأشهر الماضية وفي ذات المنطقة. الصياد الفلسطيني يعاني الأمرين في هذه المرحلة، خاصة أنه يلاحق من الجانب الإسرائيلي وربما يتجه إلى تلك المنطقة في أغلب الأحيان لمنطقة يتوافر فيها أسماك حتى يعود بقوت يومه. باسل، كيف يمكن نحن الآن في غياب هذه المعلومات أن نفهم ما جرى؟ هل يمكن أن يكون هؤلاء الصيادون مثلا قد اجتازوا الحدود إلى المياه الإقليمية المصرية أم ماذا؟ كيف يمكن أن نفسر ما جرى؟ حقيقة وائل، يعني المنطقة منطقة حدودية، وبالتالي أكثر من سيناريو ربما يكون. يعني حتى عندما سألت نقيب الصيادين هنا في قطاع غزة عن هوية 9، قال إنه ربما يعني 5 أو 6 من هؤلاء هم صيادون، وتم تأكد بالفعل من أنهم يعملون في مهنة الصيد، لكن ربما خرج معهم عدد من المواطنين، ربما أقاربهم أصدقائهم الذين اعتلوا هذا القارب، وهو يعني مركب كبير الحجم، وبالتالي حتى تم اقتياد هذا المركب منطقة حدود. بالتأكيد سيناريو أن يكون هناك إمكانية عملية تهريب مثلا أو ما إلى ذلك، هذا وارد، لكن الجانب الآخر وهو جانب الصيد وهو الأرجح على الأقل هو توجه مثل هؤلاء الصيادين إلى تلك المنطقة من أجل الصيد، وبالتالي تبقى المعلومة رهن تصريح السلطات المصرية حتى وإن خرجت تبقى هي على ذمة الرواية المصرية، لأنه لم يتصلوا أولا، لا يوجد منظمات تتواصل فلسطينيا مصريا مع مثل هذه الحالات على الأقل، ربما مع الجانب الإسرائيلي حينما يتم قال صيادين إذا ما لم يتم إطلاق سراحهم بعد ساعات يبلغ الصليب الأحمر عائلات هؤلاء الصيادين، وبالتالي يتم معرفة مصيرهم، لكن حتى اللحظة لا يوجد أي معلومات. ربما الساعات القريبة القادمة يعني توضح أكثر حول هذين السيناريوهين، إما أن يكونوا معتقلين لدى السلطات المصرية ويتم إفراج عنهم، أو يتم يعني توضيح ملابسات هذا الحادث. شكرا لك باسل خلف مراسلنا في غزة.